صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا طوادروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعرب الرئيس السيسي عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لقداسة البابا طوادروس ولجميع الأخوة الأقباط، مشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ. التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الإيراني على هامش المشاركة في مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في جامبيا، وأكد شكري ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق. كما شدد الوزيران على الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية. أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني اليوم عدم وجود مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول نشر أكاذيب بشأن وجود مناطق آمنة للمدنيين في القطاع. حض 88 ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن على النظر في وقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدين أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تسليم المساعدات الإنسانية ساهمت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، مطالبين أن أي عقبة أمام إدخال المساعدات إلى غزة تعرض للخطر إمكانية حصول تل أبيب على المزيد من المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا نفذت أكثر من 380 هجوماً على المدن والمناطق الأوكرانية هذا الأسبوع، لذلك هناك حاجة الآن إلى اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة لحماية الأرواح. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عدداً من المشروعات التنموية والخدمية في شرم الشيخ، حيث تفقد القرية التراثية ومضمار الهجن ومشروع واحد تجلي للزيوت العطرية والأعشاب والمشغولات البدوية، مشيداً بالمنتجات المعروضة التي تعكس طبيعة الحياة البدوية بأرض الفيروز، مؤكداً أهمية التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات بمختلف مناطق الجمهورية وخاصة المناطق السياحية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة. رفعت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى أن قرارها جاء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية، فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. أعلنت وزارة التموين توريد نحو 1.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في 13 من إبريل الماضي وحتى الآن، موضحة أن هذه الكميات تمثل 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي بإجمالي 3.5 مليون طن.